بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. ما زلنا في تكملة لدروسنا في اللغة الفرنسية. افتح الكتاب على الصفحة 40، la page 40. l'expansion du groupe nominal l'adjectif qualificatif، يعني توسع الجملة الإسمية l'adjectif qualificatif اللي هي الصفة. j'observe le texte. surpoids et obésité chez les enfants algériens. surpoids et obésité chez les enfants algériens. يعني زيادة الوزن والبدانة عند أطفال الجزائريين. entre 1998 et 2005، ما بين 1998 إلى 2005، nous avons étudié le problème du surpoids. يعني درسنا، قمنا بدراسة مشكل زيادة الوزن. et de l'obésité والبدانة. chez les enfants scolarisés à Tibissa. يعني عند الأولاد المتمدرسين في تبسة. Nous avons constaté que les jeunes garçons âgés de 5 à 8 ans étaient plus en surpoids. بمعنى أن سجلنا بأن الشباب، يعني الأولاد، les jeunes garçons اللي يبلغ عمرهم بين 5 إلى 8 سنوات، كانوا أكثر بدانة وأكثر سمنة من الفتيات du même âge اللي في نفس الأعمار تاعهم. La cause principale, السبب الرئيسي أو السبب المهم principal de l'évolution du surpoids، يعني السبب الرئيسي لهذا التطور في السمنة أو زيادة الوزن obésité dans notre pays، في بلدنا، et le changement de mode de vie des Algériens، يعني هو تغير نمط الحياة الجزائري، نمط حياة الجزائريين. هذا كان لو تكس. Alors, rahin foutu inchallah les questions. Expliquez les raisons liées au surpoids et à l'obésité chez les enfants de Tibissa. يعني اشرح اسباب، les raisons هي اسباب المرتبطة بزيادة الوزن والسمنة عند الاطفال تاع تبسة هذو. يعني لو نشوف في اخر نص، نشوفوا هنايا la cause principale، السبب الرئيسي de l'évolution du surpoids et de l'obésité dans notre pays est هو le changement de mode de vie des Algériens، يعني هو تغير نمط حياة الجزائريين. راح نجاوب عليهم اورالمون، يعني شفهيا، وفي اخر الفيديو تلقوها كتابيا. دوزيام كيستيون، اوبسيرف لي مون سولينيي، يعني هذو الكلمات المستطر تحتهم في النص. كيل نو بريسيز تيل، يعني ما هي الاسماء التي يفصل فيها، بمعنى لو جون هذا لمن يعود، لمن راني نفصل، راني نفصل في الاسم غارسو، يعني راني نوصف في الاسم هذا غارسو. الوغ واش نديرو، واش نقولو؟ نقولو لادجيكتيف كاليفيكاتيف جون، لادجيكتيف كاليفيكاتيف جون ابورت اون بريسيزيون او نو لي غارسو، يعني هذا راه يوصف لنا في لي غارسو. ولادجيكتيف هذه برانسيبال، واش نقولو؟ نقولو لادجيكتيف كاليفيكاتيف برانسيبال apporte une précision au nom la cause، يعني هذه راه تفصلنا في la cause. لكن الملاحظ هنا أن الاسم هذا صفته جات قبل الاسم، الصفة جات هنا قبل الاسم، والصفة هذه جات بعد الاسم تاع la cause. يعني صفة عندها مكانين، يا إما تجي قبل الاسم أو بعد الاسم. troisième question، où sont-ils placés؟ يعني هنا راني سبقت الجواب. Où sont-ils placés par rapport au nom qu'ils précisent? Où je vais vous dire? L'adjectif qualificatif jeune est placé avant le nom. يعني جات قبل الاسم. Est placé avant le nom. اللي هو les garçons. Ou l'adjectif هذا principal est placé après le nom. اللي هو la cause. ستجدون الأجوبة مكتوبة في آخر الفيديو. أظن هذا مفهوم. Alors je retiens, l'adjectif qualificatif donne des précisions sur le nom qui l'accompagne. يعني هذه الصفة، l'adjectif qualificatif، تعطي دقة وتفاصيل للاسم الذي معها والذي يتبعها. Dans le groupe nominal, l'adjectif peut se situer directement avant ou après le nom. يعني تجي قبل أو بعد. Avant هي قبل، après بعد. Dans ce cas précis. On dirait que l'adjectif est épithète du nom. يعني أننا نستطيع القول بأن الصفة هي لقب هذا الاسم. هي لقب هذا الاسم. Example.
Avons le nom. Les jeunes garçons. هنا الصفة جات قبل الاسم. Après le nom. La cause principale. هنا الصفة جات après le nom. يعني بعد الاسم. إذا نمر إلى الحلول الكتابية. السؤال الأول أعيد القراءة فقط. Le changement de mode de vie des Algériens. يعني تغير نمط حياة الجزائريين. L'adjectif qualificatif jeune apporte une précision au nom garçon. يعني هذه jeune هي صفة لاسم garçon. L'adjectif qualificatif principal apporte une précision au nom la cause. يعني هذه principal هي صفة للa cause اسم la cause. L'adjectif qualificatif jeune est placé avant le nom. كما سبق الذكر قلنا les jeunes garçons يعني les jeunes garçons سبقت الاسم avant le nom. L'adjectif qualificatif principal est placé après le nom. كما سبق الذكر قلنا la cause principale. أستطيع أن أقول la principal cause. Alors on dit la cause principale. بمعنى أنه كاين صفات لا تستطيع أن تضعها بعد الاسم. يعني مكانها الأساسي دائما أمام الاسم. وصفات دائما ما تأتي وراء الاسم. على سبيل المثال le petit garçon هنا لازم تجي قبل الجارسون. ما نقدرش نقول le garçon petit. Impossible. أشكركم على المتابعة جزيل الشكر. ما عليكم إلا مشاركة فيديو ليستفيد الجميع ووضع لايك لتحفزونا أكثر فأكثر. سلام.